بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة إلى شاب ترك الصلاة. أولا، ينبغي أن تعلم عزيزي الشاب أن الله تبارك وتعالى خصص صنفا يوم القيامة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ينبغي أن تعلم هذه الحقيقة، أننا كلنا سنموت، وأن الموت هو أقرب إليك من نفسك. كم من الشباب مات موتا مفاجئا، كم من الشباب كل يوم هناك شباب يموتون في حوادث مرور، يموتون في حوادث غرق أو حريق، يموتون نتيجة صعق كهربائي أو موت مفاجئ، سكتة مفاجئة. أسباب الموت كثيرة جدا، والموت المفاجئ كثر هذه الأيام أيها الأحبة. سماه النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة أو الفجاءة، كثر كثيرا. لذلك ينبغي أن نحذر. أنا كشاب أكرمني الله بذكاء، وأكرمني الله ب يعني تفكير منطقي وعلمي، ينبغي أن أخذ احتياطاتي. إذا متت لا يمكن أن أعرض نفسي للخطر ولعقوبة الله سبحانه وتعالى، وبخاصة أن الله تبارك وتعالى خلقك، أعطاك نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الشباب، نعمة القوة، نعمة العقل، نعمة العلم، نعمة المال. أنت الآن معافى لأنك شاب، أجهزة الجسد كلها تعمل بكفاءة عالية لديك. كل هذه النعم لا تريد أن تدفع ولا شيء مقابل. طبعا هنا الله تعالى لا يأخذ ولا يحتاج ولا يريد منك شيئا، أنت تدفع المقابل لنفسك وليس لله عز وجل. أنت تزكي عن هذه النفس لفائدة نفسك. يعني خذ معي، عندما تقول لا إله إلا الله، هذه الكلمة والله تبعث الاطمئنان في القلب. جرب أن تغمض عينيك وتقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ سورة الفاتحة وأنت تتخيل عظمة هذه السورة، كم ترتاح نفسيا. إذا عندما أنزل الله لك القرآن وأمرك بالذكر، هو لمصلحتك أنت، لكي ترتاح من هذا الاكتئاب وهذا الضغط النفسي. اليوم أيها الأحبة، نحن في عصر المعلومات والتكنولوجيا الرقمية، شكلت ضغطا هائلا وبخاصة على الشباب الصغار. أكثر ما يريح النفس قراءة القرآن والاستماع إلى القرآن. جرب أن تنام وصوت القرآن موجود بجوارك، كم ستشعر براحة نفسية عظيمة. إذن القرآن عندما تستمع إليه وعندما تقرأه وعندما تذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو فائدة لك أولا وأخيرا. الله لا يستفيد شيئا لأنه ليس بحاجة لخلقه عز وجل. هو أنعم عليك بهذه النعم وأمرك أن تحسن استخدام هذه النعم. كيف أنا أحسن استخدام نعمة السمع والبصر وهذا الجسد؟ من خلال التزامي بالصلاة. يعني أنا الآن أجلس أمام شاشة كمبيوتر أو أمام الموبايل، ربما تمر 10 ساعات 7 ساعات لا أتحرك. هذا التجمد وراء الموبايل ماذا يحدث أيها الأحبة؟ أول شيء يحدث مشاكل في فقرات الرقبة، تنتقل الآلام عبر الأعصاب إلى اليدين، ومشاكل في أسفل العمود الفقري، ومشاكل في النظر في البصر، ومشاكل في القلب نتيجة شبه تجمد للدم. الدورة الدموية كسولة جدا في هذه الحالة. طب عندما أمرك الله بالصلاة ما الذي يحدث؟ أنا جلست ساعة مثلا وراء الكمبيوتر أو وراء الموبايل، أذن مثلا المغرب، أنا مضطر أن أصلي لأن الله فرض علي الصلاة وسيعاقبني إذا لم ألتزم بهذا الأمر، لمصلحتي أنا، ليس لأنه هو يريد أن يتحكم بي أو يحتاج شيء مني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عندما تترك هذا الجهاز
مؤقتا تنهض فتتوضأ. تمرير الماء على اليدين والوجه ينشط هذه الخلايا الدموية هنا وينشط الأنسجة ويجعلك نشيطا. هذه الحركة تريح فقرات الرقبة، لأن يعني الجلوس الطويل يؤدي إلى مشاكل في الفقرات، تحدث تكلسات معينة تعيق أو تجعل حركة الفقرات غير مرنة، وبالتالي تحدث آلاما فظيعة. عندما تتوضأ وتبدأ بالصلاة تمارس حركات الصلاة، السجود، الركوع، الوقوف، بالإضافة إلى قراءة القرآن بخشوع وتدبر وتأمل. هذا يصلح المشاكل التي أحدثها جهاز الموبايل في فقراتك أو في عمودك الفقري أو في خلايا البصر أو خلايا الجلد أو غير ذلك. عندما تترك هذا الأمر لمدة مثلا 10 دقائق، تتوضأ وتصلي كذا، تستعيد نشاطك. وبالتالي بعد ساعة ثانية أذن مثلا العشاء، مضطر أن تقوم للصلاة. نمت، أذن الصبح، أنت ستستيقظ للصلاة. أيضا هناك حركة تنشط الدورة الدموية وتنشط حركة أو نظام عمل القلب، كله ينشط أيها الأحبة. إذن هذه الصلاة لفائدتك، يعني الله تبارك وتعالى أراد لك أيها الشاب أن تنشأ في طاعته. لذلك أعود لما بدأت به هذا اللقاء: 7 يظلهم الله في ظله. يعني في ذلك اليوم تخيل معي فقط هذا المشهد: درجة الحرارة مرتفعة جدا، الناس حفاة وعراة، وزلازل تحدث، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلازل تحدث من حولك، الشمس تدنو من رؤوس العباد، هناك أناس يغرقون في عرقهم شدة التعرق، لا يوجد ماء بارد، لا يوجد شيء تستظل به، كأنك تسير في صحراء درجة الحرارة 60 درجة مئوية، تحترق، تكاد تحترق. في هذا الموقف هناك 7 أصناف لا يعانون من كل هذه المواقف الصعبة: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تجد ظلالا من الغمام البارد، النور، الناس يغرقون في العرق والحرارة والظلام، وأنت هناك شيء يظللك، نور يظللك ويحميك ويعزلك عن ما يشعر به الناس من حولك، فتشعر بسعادة عظيمة جدا. هل تعرف من هذا الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ 7. أحد هؤلاء 7 شاب نشأ في طاعة الله. إذن سأكرر لأن هذه العبارة مهمة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله، وشاب قلبه أو رجل قلبه معلق بالمساجد، وإثنان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا على ذلك، إلى آخر الحديث. إذن أنت تستطيع أن تكون من ضمن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بمجرد التزامك بالصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة، يعني أخي الحبيب، الصلاة أولا تجعل لك نظاما صارما في حياتك. أنت الآن تعيش حياة فوضوية، في غياب الصلاة ليس لديك انضباط. كل إنسان منا لديه ساعة بيولوجية، على فكرة يعني هذه الساعة البيولوجية إذا اختل النظام فيها يمكن أن يسبب أمراضاً مثل السرطان. يعني أحد أسباب السرطان خلل في الساعة البيولوجية، يختل كل نظام الجسم، لأن الجسم مبرمج مثل هذا اللابتوب. هذا اللابتوب مبرمج على نظام معين، عندما يختل هذا النظام ما الذي يحدث أيها الأحبة؟ تجد أن كل العمليات تختل، ممكن أن يفصل فجأة، يمكن أن يعطيك نتائج خاطئة، يمكن أن ترتفع حرارته، يمكن كذا إلى آخره. فأنت في غياب الصلاة
لا يوجد لديك انضباط لهذه الساعة البيولوجية. أوقات الصلاة تتناسب مع الساعة البيولوجية، لماذا؟ لأن الصبح متى يؤذن؟ وقت يعني الفجر، مع بداية طلوع الفجر، وهذه لحظة يعني الجسم فيه هرمونات معينة، فيه تركيبة معينة. إذا استيقظت في هذا التوقيت فإن جسدك يكون في حالة نشطة، ويتم إفراز هذه الهرمونات الضرورية لنمو الدماغ ولآلية عمل الجسم بشكل عام. وقت الظهر أيضا هو وقت الزوال، وقت العصر وقت يعني عندما الشمس تكون عمودية يؤذن الظهر، وقت العصر الزوال، وقت المغرب عند بداية الشفق، العشاء عند غياب آخر الشفق. فها يعني ربط القرآن أو الله تعالى ربط أوقات الصلاة الخمسة بظواهر كونية أنت تخضع لها. نحن نعيش في هذا الكون ونحن نخضع كل يوم لليل، دورة الليل والنهار. وبالتالي إذا ضبطت جسدك على الصلاة فأنت ضبطت جسدك على لنقل الساعة البيولوجية للكون أو الساعة الكونية يعني، فستعيش بسعادة أفضل. هذا الأمر سيخلصك من الاكتئاب أيضا. على فكرة هناك دراسات، اقرأوا عن مشاكل الساعة البيولوجية، إذا حدث خلل فيها ستحدث اضطرابات كثيرة، منها الاكتئاب، منها عدم الإحساس بالسعادة، منها عدم القدرة على اتخاذ قرارات سليمة إلى آخره، تصل إلى السرطان أحيانا. لذلك الصلاة تنظم لك هذا الوقت. وإذا كانت هذه الصلاة مترافقة بالخشوع لله عز وجل فإنك تكون قد أخذت كل فوائد الصلاة في الدنيا، فوائد عاجلة، وفي الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى يعطي من الأجر على الصلاة ما لا يعطيه على شيء آخر، لأنه افترضها عليك. لذلك أول ما تحدث القرآن عن صفات المتقين ماذا قال في القرآن الكريم في سورة البقرة؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة تأتي بعد الإيمان مباشرة. ثم يقول تبارك وتعالى في آية أخرى في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طب على ماذا نستعين؟ نستعين على قلة الرزق، نستعين على الإحساس بالضجر والاكتئاب. لديك ملل؟ إلجأ إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. كان يرتاح عليه الصلاة والسلام. وبالفعل عزيزي الشاب، أنا لدي برنامج بسيط جدا وعملي، عاهد الله تبارك وتعالى أن تلتزم بالصلاة 40 يوما فقط. قل أنا سأجبر نفسي 40 يوما، حتى لو تسربت بعض الأوقات يعني الله سبحانه وتعالى سيثبتك على هذا الأمر إن شاء الله. عاهد الله تعالى أن تلتزم بالصلاة 40 يوما، والله أنا أقول يعني وشبه متأكد أنك لن تتمكن من تركها، ولكن تحافظ عليها بأوقاتها. دراسة في مجلة هندسية نشرت وتحدثنا عنها كثيرا، عن الصلاة، الحركات على الطريقة أو الصلاة على الطريقة الإسلامية، درست هذه مجلة أمريكية طبعا وهندسية ليس لها علاقة بالأديان. قالت إن الإنسان إذا قام بحركات الصلاة وبمواعيدها بتوقيتها فإنه أفضل علاج لمشاكل الفقرات والظهر ومشاكل كثيرة في الجسم أيضا، وحتى تعالج يعني ضغط الدم وحالات الاكتئاب على فكرة. إذن أيها الأحبة، نختم ونقول كما قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم. هذه الصلاة لك، ليس الله لا يستفيد منا شيئا، وحاش له أن يحتاج لفائدة أو يستفيد من أحد. هو خالق كل شيء، هو الذي خلق المنفعة، خلق الفائدة، لا يستفيد سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير ماذا؟
تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصلاة، وأن يعني يجعل هذه الصلاة قرة عين لنا، ويجعلها سعادة وسرورا لنا في الدنيا وفي القبر ويوم لقاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.